السلام عليكم. دونك قلنا غادي نحاول نحسنوا التي بي السابق اللي كان عندنا فيه واحد سيليكس كيكون عامر غير بفلاش تي ام ال بلي زوبسيون الامثله من يعني ستاتيكمون غير مكتوبين فلاش تي ام ال. قلنا دابا لا ما محتاجينش هكذاك لانه ملي كيعمر لينا بامثله مثلا هنا ديال دي مارك اللي ما كاينينش كنصدقوا فاش مكليكين على افيشي كيطلع لينا راه ما عنديش هاد لا مارك وهذا ما محتاجينوش حنا في لي سيت ديالنا سورتو لي سيت ديال الاي كوميرس ما محتاجش تافيشي نتا واحد سيليكس شي حاجه ما عندكش ما طلعهاش اصلا في السيليكس. دونك الهدف ديالنا دابا هو ماشي هاد افيشي خدمناه في تي بي السابق انها كنشوفو شكون اللي مسيليكسوني وكيت افيشي كنديرو روكيت سيليكت في لاباز دو دوني بحيث لا مارك كتكون هي هادي مسيليكسوني وكيطلع ليا هاد الطابلو هذا التصحيح ديالو غتلقاوه في الفيديو السابق. اليوم عندنا التحسين اللي بغينا ندخلو اللي هو كيفاش ان هاد لا سيليكت هادي نحيدو ليها هادوك الاوبشنز اللي كانوا عندها ستاتيكمون ونعمروها باستخدام لاباز دو دوني بدون تكرار. فمثلا انا دابا الا مشيت لاباز دو دوني عندي هانتوما كيما كتشوفوا عندي واحد 3 ديال لي زورديناتور جوج اش بي وحده ام 4. دونك الا عطيتو مثلا هنايا كود ندخل واحد اخر بالنسبه لا مارك مثلا نديرو ليه ابل ونعطيو ليه في لو بري ان اكزامبل غادي ندوز ليه فوالا. دونك ها هو داز نزيدو مثلا واحد اخر حتى هو مثلا ابل وندير كونترول اونتري باش يدوز. دابا الا مشينا جبنا شنو عندي نجيب سيليكس اتوال غادي نلقاو بانه كاينين عندي جوج ديال اش بي وحده ام 4 وجوج ديال ابل. ملي نمشي نيكزيكوتي لو طراي غادي ندخل سيليكت غنلقى اوتوماتيكمون عمرات لي غير لي مارك لي عندي في لاباز دو دوني ولكن بدون تكرار. يعني واخا انا عندي جوج ملي غنكليكي هنا يطلعوا لي جوج في النتيجه وكذلك ملي غنكليكي على ابل غادي يطلعوا لنا جوج ما غاديش تكون باينه عندي ابل ولا اش بي جوج خطرات كتبان غير لا مارك مره واحده فقط والعدد راه كيبان من بعد الديتاي كيبان في الطابلو. دونك باش نديرو هذا الشيء شنو غادي نديرو غنمشيو نتفكروا التي بي السابق. دونك التي بي السابق هو هذا غادي نمشيو نشوفوا لا هاي سيليكت كيفاش كانت. سيليكت كانت عاديه فيها امثله ستاتيك من عندنا. دابا حنا هاد لا بارتي هادي خاصها تولي ديناميك خاصنا نحيدوها وتولي مخدومه بطريقه ديناميك. يعني حنا غنعذبوا راسنا واحد شويه نديروا واحد لو كود هنا بي اش بي اللي كنقولوا عافاك غادي تمشي لاباز دو دوني سيليكسيوني ليا لي مارك اللي كاينين بدون تكرار وتحاول تحطهم ليا في لي زوبسيون. هذه هي الخدمه ديالنا اليوم. دونك ملي غادي نجي نشوف الجزء كيفاش غادي يولي عندي هنا هذاك السيليكت. دونك ها هي السيليكت مكتوبه عاديه ولكن في لابارتي اوبشن يعني في وسطها ها شوف الفيرميتور ديال السيليكت في وسطها ولا عندي كود ديناميك بالبي اش بي. الكود هنا الا غادي انا خليته بدون يعني تحسين خليته بازيك الاساسي مشيت درت لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني اللي فيها هذيك لا طاب اللي غنخدموا عليها حاولت انني نكتب لا روكيت اللي بغيت اللي هي انا ندير سيليكت وهاد المره ما غنديرش اتوال غندير فقط بغيت غير لا مارك حيت ملي كنديروا سيليكت اتوال كيتهزوا لينا قلنا توت لي كولون يعني هاد الكولون وهادي وهادي حنا بغينا غير هاد لا مارك بوحدها. دونك سيليكت ديالنا غنكتبوا غير المارك ولكن حتى هذيك لا مارك بغيناها بدون تكرار اذا كندير وحدها واحد الكلمه اللي سميتها ديستانكس بالنسبه للناس اول مره غيتعرفوا عليها سينو الا كنتو ديجا قريتو سيليكت في اسكوير ما يكونش عندكم مشكل في هاد لابارتي. نديرو ديستانكس مارك يعني تنقول ليه غتجبد ليا غير لي مارك ديستانكس يعني الا بقيتي الف وحده مع واحد لا مارك مثلا معاوده الف مره هزها مره وحده بدون تكرار هذه ديستانكس فروم اورديناتور يعني تقول ليه جيب ليا لي مارك بدون تكرار من لا طابل اورديناتور. فهو مثلا في هذه الحاله النتيجه اللي غتكون عنده هي واحد لا كولون واحد الطابل فيها كولون وحده فيها اش بي مكتوبه مره وحده فيها ام 4 مكتوبه مره وحده فيها ابل مكتوبه مره وحده. علاش مره وحده؟ حيت انا فرضت عليه ديستانكت. اللي بغى التفسير يقلب على الفيديو ديال ديستانكت راه عندي في البلاي ليست ديال اس كيو ال.
دونك المهم من ورا ما كتبنا لا روكيت ديالنا صحيحه، الخدمه كلها كتبقى بحال بحال. يعني حنا دائما الروكيت هي اللي كتبدل في التمارين. غنستخدم كما العاده الا خدمت على سيلكس كنخدم على كيوري، ها هي كتعطي ليا كاع هذاك لي ريزولطا، انا كنفيريفي واش لي ريزولطا داك النتائج اللي تعطاو لي كبر من زيرو. يعني راه عندي لي مارك اولا لا طابل اورديناتور عامره، حيت تقدر تكون خاويه ونولي معذب راسي. دونك انا كنقول الا لقيت كبر من زيرو يعني راه لقيت دي مارك، ديك الساعه غندخل نقراهم وحده بوحده باستخدام الفيتش، وكنعاود نقرا ونعاود نقرا باستخدام لا بوكل وايل. في كل مره قريت فانا غادي يكون عندي واحد السطر اللي فيه مجموعه ديال المعلومات. في هذه الحاله عندي غير معلومه وحده، يعني نقدر نجي ندوزها نيشان اللي هي لا مارك، حيت انا درت سيليكس غير لا مارك. وانا عوض ما نافيشيها غير في بايكو درت انني غادي تكون محطوطه لي في وسط اوبشن، يعني باش صدق طالع علينا في هذيك السيليكت اللي حنا في وسطها. ما تنساوش اننا حنا كاينين في وسط واحد سيليكت فوالا، دونك هو غطلع علينا في اوبشن يعني غتكون في وسطها. وفي الاخر حنا كنسدو لو كورسور اللي فتحناه في الديبار باش نقراو هذاك النتائج اللي تعطات ليا ديال هاد السيليكت هادي. بيان سور هاد لو كود ممكن نديرو عليه تحسينات، ممكن نصاوبوه فشي بلاصه اخرى ونعيطو ليه، ممكن نديرو شي فونكسيون نعيطو ليها، مي انا دابا كندوي على الاساسيات. ان شاء الله من بعد حنا غادي نشوفو كيفاش كنخدمو ميم حتى على الان في سي اي تو. غادي تبعو البلاي ليست، يعني البلاي ليست ما خصناش نقزو فيها هاد الفيديوهات حيت حاجه كتبني حاجه واحده اخرى.